أسأل الله مساءكم جميعا بكل خير، مساءكم بعبق ارتفاع أسعار المشتقات البترولية. بالأمس قامت الحكومة أسعار البنزين بنسبة 60% للنوع الممتاز وبنسبة 56% للنوع الجيد، مما سبب صدمة مجتمعية تعاقم مع الناس بردود فعل ساخرة تشبه تلك التي لدى شعوب الدول العربية الأخرى الفقيرة في الموارد الطبيعية مثل مصر ولبنان والمغرب. واليوم وبعد 45 عاما من سياسة تنويع مصادر الدخل، نجد إمارة دبي والتي انطلقت بسياسة التنويع الاقتصادي تقر ميزانية 2016 بإيرادات مثلية تشكل 6%، في حين تقر بحد موازنتها بنسبة تبلغ 82%. وفي ظل سياسة مالية غير رشيدة وتوزيع غير عادل للثروة الوطنية وغياب شبه كامل للشراكة الشعبية الحقيقية على أساس القاعدة العالمية لا ضريبة دون ثمن. خلال حقبتي السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، أطلقت البحرين سلسلة من المشاريع الصناعية التي ساهمت برفض النمو الاقتصادي بالتوازي مع نمو قطاع الخدمات المصرفية. واليوم وخاصة بعد دخول البلاد في دوامة المضاربات العقارية والمالية، انكشف اقتصادنا الوطني على الأزمات العالمية والإقليمية، مما فاقم من حدة المشاكل الاقتصادية مثل غلاء الأسعار وارتفاع كلف المعيشة وتراجع المداخيل الحقيقية. الحضور الكريم، في هذه الأمسية سنتحدث عن الرسوم والأعباء المالية الجديدة وانعكاساتها على المواطن، بمشاركة كل من الدكتور جعفر الصاير والدكتور جاسم حسين. نبدأ مع الدكتور جاسم حسين. تفضل. صندوق النقد الدولي من زمان يطالبون بحقوق، كما عهدوا غيره
وايد تفاصيل في خاصة بس هذا جدا قوي أن ترى رارح لا خلاص بدأنا بإعادة ترتيب الأمور وهذا راح يخدم التعامل مع الصندوق. هذا أيضا رسالة إلى الدول المانحة في دول التعامل في دول الخليج بعد تم التعامل طالب الخليج ما يصير أعطيكم دعم وتخدمون تبيعون المشتقات النفطية بأقل أسعار من الإمارات. نعم قد نعمل إلى الممتاز بس مو إلى الكل. فنعطيكم أجل بشرط بها وشروطها. وكم الشروط الآن هو يعني تمديد تعديل في سنون. فأيضا رسالة إلى الـ إلى الـ إلى سنون إلى الأطراف الدول الخليج تقدم الجهات المالية. بعض منها شروط. رسالة إلى المؤسسات الائتمان الدولي. تلاحظون البحرين الآن صار بفترة في تراجع. كل المؤسسات موديز وستاندرز اند بورز وفيتش يتفقون في شغلة واحدة وهي هناك دورة مستقبلية سلبية للاقتصاد في توافق بعض كانوا يعطون ناقص شديد بس كلهم تفكير دورة مستقبلية سلبية ويطالبون يتعدلون أوضاعهم المالية قد هذا يساعد ان احنا نغير والا راح نستمر قد نفضل اكثر. ففي رسائل للصندوق لدول الخليج والى مؤسسات الائتمان الدولية فاعتقد هم المهم قدرت توصل رسالة قوية. يعني هذا الجانب، جانب آخر كان في حديث كتب منسوب إلى وزير الطاقة بأن إعادة هندسة أسعار المشتقات راح توفر 56 مليون دينار على الحكومة في هذا العام. توفيق. هذا يقوم على أهمية قليلة لا يعتبر كبير بالنسبة إلى الواقع المالي حاليا. فوائد الدين العام هذا العام أكثر من 300 مليون دينار. فوائد من أصل الفوائد 56 ولا فوق 300 فالرقم كبير يعني بس كما قلنا انا اكثر ما اخشى حاليا هو يعني مو موضوع الان انتشار التعميم على المشتقات والنهوض وقد قد يكون الكهرباء والماء بس قد يكون هناك اعضاء جديده يكون هناك رسوم طرق اخرى فربما يبداون بتطبيق مبدا يقول الانجليزي كي وي انت تحتاج الخدمه تدفع لها هذا هو الاقتصاد والله تبيها الخدمه تدفع لها ما تبي ما تدفع اوكي ما تبي الخدمه ما تدفع بس انت تبي اي شغله خدمه حكوميه اي اي شيء كل شيء تدفع يعني المال مقابل الخدمه يعني تدفع حسب خدمه والا فاعتقد هذا فهم ربما ما يحتل البحرين حاليا وهو ان في دول اخرى في التعاون سبق الدول اكثر ثروه هل صار يقولوا والله البحرين اعداد البحرين مثلا ما عنده ثروات وايد بالطبع يتطلب الى اتخاذ القرار هذا مو صحيح يعني الامارات بدات قبل البحرين في اعاده هندسه المشتقات المصريه سعر الان هي اعلى وكل شيء بالضبط مناسب بالنسبه لهم 88% من الناس اللي عايشين في الامارات هم اجانب ما عادش نعطي هذا الدعم مواطنين مبذول معهم في طرق 13 في الامارات فهذا صار بمعنى الامارات هي عندها ثروات سياديه اكثر من اي دوله اخرى في العالم. الامارات عندها اكثر من تريليون او 1000 مليار دولار ثروه سياديه. البحرين عندها 11 مليار. وين 1000 مقابل 11 وعمليه بدات بالتالي يعني البحرين اكثر من سباق. عمان ايضا بدات على قناة موازنة عمان قبل اسبوعين وقال عندهم تقليص الدعم بواقع الثلثين اصل الموازنة في الفاتحة. السعودية السعودية ايضا بدأت في سوق التقنية هذا موضوع السعودية وهو شيء اخر بخوف منه موضوع ضريبة القيمة المضافة. السعودية اعلنت هي راح تطبق الضريبة بعد سنتين بالضبط بعد سنتين بنسبة 5%. ربما المحرم ايضا تاخذ الجهه السعوديه بعدين. فهو نحتاج سنتين عشان نعطي الشركات والناس فرصه التكيف بدل ما نطلع عليهم مره واحده وضريبات نحتاجها سنتين. طبعا هذا شيء غريب يعني كان لازم يكون في فتره على فتره سماح يعني مع موضوع المشتقات لا مباشره ما كان في بس الضريبه اعتبرها تكون جايه. مثل ما قلنا الموضوع المشتقات فيها رسوم حكوميه اخرى وموضوع الضريبه فالسعوديه هي اللي تسويها. الان ملاحظات سريعه في المباشره يعني انا اتخذ مع تجربه اعاده دعم اللحم ربما يعني
الحكومه كانت تعمل نظام، شوف العفاش تركوا الشارع، تركوا القرار، امور العرض والقرار، مع المدن يعني مع تسبع المدن، بعدين رايت مطار ناس بعد كثير في تكييف. الكهرباء انا اتوقع الحكومه قد الان بعد فتره يبداون موضوع تقديم دعم خاص للاسر المحتاجه. قد هذا شيء واضح جدا. المشتقات النفطيه انا اعتقد الحكومه قد تعطي البرلمان نوع من يعني لو والله شوف قد ابدا مع البرلمان ترتيب نعطي مثلا بطاقات سنيه للاسر المحتاجه، بالتالي اعطي المحتاجه بعض الزعلانين والادماس فاحتمال يكون هذا واضح. بس يعني مو شيء وارد. الان بعض المخاطر قبل ما اجي كلامي يعني انا اعتقد هذا الواقع خلاص اصبح واقع جديد. فهم الامور الان انا في اشياء مدعومه، بعد الحكومه راح تتراجع بعد فتره حتى لو صار في ارتفاع اسعار النفط. فرصه تغيير مره واحده خدمات الكهرباء السريعه. الحكومه شاهدت يعني تغيير في نمط معيشه الناس بسبب الوضع الجديد. الناس قد الان كيف روحها مع استخدام جديد الكهرباء، السياره، مع مرور الزمن الناس كيف مع عدد الانسان اللي يكيف نفسه مع اي واي محل يعيش فيه. فهذا جدا واضح. يعني قد يستخدم قد البعض الان ينتقلون بالسيارات المشتركه. اثنين ثلاثه عايشين بنفس المنطقه يروحون يشتغل مع بعض بعد ما كل واحد يستخدم سيارته. هذا جدا واضح. البعض قد يستخدم المواصلات العامه اثناء العطله نهايه الاسبوع يكون فرصه بعد اذن تاخذ سيارتي هذه اربع سيارات العامه بنشوف في تغيير. انا اتوقع ان بعض الاجانب ما راح يسوقون مثل الاول، يعني بعض الاجانب يقولون هذا بعد مكلف خلل الان قلل شوي استخدام السيارات، قد يصير تراجع في عدد السيارات في الشوارع. فهذا يعني اخيرا وليس اخر موضوع انا اعتقد راح يكون في دور اكبر لشبكات الضمان الاجتماعي، يعني الان الصناديق الاجتماعيه والجمعيات الخيريه راح تكون مع دورها اكثر، هذا بالفعل راح يكون وضع يعني صعب. ففي كثير من النقاط انا اريد اخليها مع ان شاء الله مناقشه اتوقع شكرا دكتور جاسم حسين. انتقل الحين الى الدكتور جعفر الصايف، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر والتقدير لجميع البعض على إقامة مثل هذه الدورات الفعالة. أنا أقول إني أتكلم عن أبعاد التطورات الاقتصادية أو الإجراءات التي حدثت في الدولة فيما يتعلق أبعادها على المستوى المعيشي من خلال الاسعار وما شابه ذلك. اولا اسمحوا لي دعونا ان نشخص المشكله حتى نستطيع تقييم الوضع وابعاده على المستوى المعيشي للمواطن العادي. كما تعرفون هناك خلال السنه الماضيه شهدت اسعار النفط انخفاضا مستمرا ولا يزال الانخفاض مستمر. فانخفضت اسعار النفط من 130 الى مليون الدولارين. هل توقفت المشكله؟ لا، لا زال مستمر ولا زال نقول لا نعرف متى تكون ومدى وحجم سعر النفط النهائي. لا يمكننا ان نزعم او نتوقع هل يتوقف عند 30 او 20 او 10، فالاسعار مستمره في الانخفاض. لا زلنا نقيم ونشخص المشكله. اقتصادنا يعتمد اعتمادا كليا على ايرادات نفطيه بمقدار 86%. لو لم نكن نعتمد اقتصاديا على الايرادات النفطيه لم تكن هناك مشكلة حادة ومشكلة بمعنى الكلمة في انخفاض أسعارنا. وهناك أيضا الأسوأ أنه لا يزال المبهم مثل ما ذكرت، حيث أن أسعار النفط تستمر في
كذلك مجتمعنا تعود على الرفاهية النسبية، نسبية مقارنة لبقية المجتمعات الخليجية. هذا هو المشكلة، المشكلة أن نحن يعني اقتصاديا يعني مرتبطين بما يحدث في أسواق النفط. على الرغم من أن إنتاج النفط بدأ في الثلاثينات وارتفاع أسعار النفط في منتصف السبعينات، إلا أنه مع الأسف الشديد لا نزال نعتمد على هذا المورد الوحيد للمعيشة التي نحن بصدد مناقشتها. ما هو مستقبل أسعار النفط؟ أسوأ التوقعات وهو توقع بنك ستاندرد شارتر الذي قال السعر الفعلي والواقع والمناسب لهذه المرحلة وللأشهر القادمة هو 10 دولار. دول الأوبك تصر على التغير على استراتيجية البقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير، وحاليا العرض أكثر بكثير من الطلب. يعني حسب ما يذكر أن ناقلات النفط في المحيطات والأبحار مليئة، الأبحار والمحيطات مليئة بالناقلات تنتظر كمخزون للشركات العالمية. الاقتصاد هذه المقدمة ولا زلنا في مقدمة نعتقد لا بد منها. الاقتصاد له هناك اتجاهين، إنتاج واستهلاك، هذا هو الاقتصاد بشكل عام. وهناك دولة تقوم بتنظيم العلاقة ما بين الإنتاج والاستهلاك. هدف الدولة هو إنشاء وتطوير كلا القطاعين، سواء كان الإنتاج والقطاع الإنتاجي والقطاع الاستهلاك. وهناك علاقة مباشرة بين الاستهلاك والإنتاج، فكلما ارتفع الاستهلاك كلما كانت هناك ضرورة لزيادة وتوسيعة الإنتاج. الإنتاج عبارة عن محرك إنتاجية تخدم متطلبات واحتياجات الاستهلاك. فالمطلوب هو أن ينشأ الاستهلاك، أن يتطور ويكبر الاستهلاك حتى تلقائيا حتى يكون عنده القوة الشرائية. ولذلك الاقتصاد فعلا القوة الشرائية التي يمتلكها المواطن والقطاع الاستهلاكي هو الأساس في تطور ونمو الاقتصاد لأي دولة. وكلما كانت القوة الشرائية قوية كلما كانت الدولة أو الاقتصاد قوي ويزدهر وينمو، وحتى يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على هذا المجتمع وهذا الاقتصاد، لأنه يمتلك قوة استهلاكية، قوة شرائية كبيرة. ولذلك هدف كل دولة فأينما كانت هو إنشاء هو ازدهار هذا الفرد المواطن القطاع الاستهلاكي من خلال تكوين له قوة شرائية، يتمتع بقوة شرائية. هذه القوة الشرائية سوف ينشئ منها، فسوف تكون دافع للقطاع الإنتاجي الذي سوف يخلق فرص عمل ويخلق صادرات ويخلق العملة الأجنبية. ومن ثم سوف تكون الدولة في ارتياح تام، حتى المجتمع سوف يكون قادرا على دفع الضريبة، أو حتى يمكن أن يكون قادرا على التخلي من أنواع الدعم الذي بحيث يكون هو قادر عنده المستوى المعيشي طالما هناك قدرة قوة شرائية purchasing power للعميل. الدولة مثل ما قلنا الدولة هي عملية تنظيم فقط ما بين خاصة في اقتصاد الفرد. ولكن عندما تكون الدولة تعتمد على غير النظام الضريبي فتعتمد على الموارد الطبيعية، تكون هناك تحتاج الدولة
لتمويل نفقاتها، وتحتاج أن تدعم هذه القوة الشرائية، أن تخلق قوة شرائية مبهمة. سوف أتطرق لها في مكان. ما هي مصادر تمويل الدولة عادة؟ دولة تعتمد في مواردها، في نفقاتها، من خلال بيع. إذا كان هو المفروض في الاقتصاد الحر، إذا كانت الدولة تتبع اقتصاد الحر، يفترض أن يكون هناك نظام ضريبي، ونظام ضريبي طبعاً له شروط وما شابه ذلك. يعني الدولة تعتمد في إيرادتها في تمويل نفقاتها من خلال بيع المواد الأولية كالنفط والذهب والنحاس وغيرها، الضرائب المباشرة، الاستثمارات. وكثير من الدول التي لا نعرف عنها تمتلك الإيرادات النفطية ولكن لا تستخدمها حيث تعتمد على الضرائب المباشرة التي يمول النفقات. ما هي الخيارات المتوفرة للدولة في حالة وجود عجز؟ إذا الدولة ما قدرت تمول النفقات من خلال الضرائب والبيع الموارد الخام، سوف تلتجئ بشكل طبيعي إلى الاقتراض. هناك اقتراض محلي، اقتراض محلي واقتراض خارجي. وإذا استنفذت هذه الفرص من التمويل الداخلي والتمويل الخارجي، سوف تلجأ إلى المنظمات الدولية التي سوف مثل صندوق النقد الدولي الذي سوف يفرض عليه شروط قاسية حتى تستطيع تمويل إعطائها القروض. وهذا الدولة في هذا الوضع، الدولة لا زالت في البحرين، لا زلنا لم نصل إلى مرحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو المنظمات الدولية. هناك دعم، اعتمدنا على الدعم منذ سنين، منذ أن ارتفع أسعار النفط، ولذلك سمينا اقتصاديا بالدولة الريعية. الدعم هنا له نوعين، كان إلى حد الآن هناك دعم للقطاع الإنتاجي والدعم للمواطن اللي هو قطاع الاستهلاك، وسمي الدعم المباشر للقطاع الإنتاجي والدعم غير المباشر للمواطن والأفراد. وفي نفس الوقت الدولة كان هناك تستخدم أيضا الرسوم منذ سنين طويلة. والرسوم، هناك في فرق ما بين الرسوم والضرائب طبعا، يجب أن نفهم في هذه المفاهيم. الضرائب هي التي تخصم من الراتب قبل استلام الراتب، والرسوم تفرض على الخدمة أو على السلعة في الاستهلاك. أيضا هناك مصطلح لازم يجب أن نعرف، هناك السلع ليست كلها في نفس المستوى السلع. هناك سلع اقتصادية استراتيجية، وهناك سلعة قاعدية للاقتصاد يسمونها. السلعة الاقتصادية الاستراتيجية التي سوف يكون لها تأثير على بقية السلع، يعني النفط على سبيل المثال سلعة استراتيجية سواء كان داخل السوق أو خارج السوق. هذه أي تغير أي تغير في سعر هذه السلعة سوف يكون بشكل مباشر تغير على بقية السلع، لأنها تمثل نسبة كبيرة من الاستهلاك وتمثل سلعة أساسية ضرورية لكل مواطن ولكل وحدة إنتاجية. ولذلك تحتفظ الدول تبذل كل جهدها للاحتفاظ على استقرار السلع الاستراتيجية سواء كانت المواد الغذائية أو السلع الغيرها، فطالما هي تكون عندها ميزة في التأثير على بقية السلع. لا نتفق دائما، لا نختلف على أن أي سلعة يجب أن يكون لها سعر، وإذا كان السلعة في الاقتصاد هي التي تنتج من عوامل محدودة، أي الهواء على الرغم من ضروريته وأهميته واستراتيجيته إلا أنه لا نشتريه لأنه لا ينتج من مواد محدودة. ولكن أي سلعة
هذه لها سعر، سعر لماذا لها سعر؟ لان منتج المواد والموارد محفوظ من الموارد محفوظ. واي سلعه في الاقتصاد اذا سلعه الى منتج سلعه اقتصاديه اذا تباع بدون سعر فهو اسراف واهدار الموارد الطبيعيه. وقتك محدود، اذا انتجت من سلعه او انتجت من خدمه واعطيتها يعني من دون مقابل فانت تتسرف وتبذر في مواردك المحدوده. وكذلك على المستوى الاقتصادي هناك اي سلعه يجب ان تكون لها السعر المناسب، ولكن السعر هناك نوعين، سعر مادي سعر 10 دولار وسعر لا سعر اقتصادي انا اخليك على اساس تحسن المستوى المعيشي وما شابه ذلك. الدوله اتبعت في دول الخليج بشكل عام لم تميز منذ السبعينات ما بين هذه السلع سواء كانت استراتيجيه او سلع اقتصاديه، وراينا كثير من السلع الاقتصاديه تعطى من دون عائد ومن دون، وهذا يسمى في العلم الاقتصادي يسمى تبذير واستنزاف للمواطن. اعتمد وعلى ذلك راينا او شاهدنا كلنا جميعا ان الاقتصاد يعتمد اقتصاد الدولة أو اقتصاد الخليج بشكل عام يعتمد على نفقات الدولة بشكل كبير. كلما زادت، ولذلك حتى السيولة الموجودة في الاقتصاد يعتمد على متى تستلم الدولة إيراداتها النفطية ومن ثم توزعها على القطاعات وعلى الرواتب والأجور. وكلما توقف أسعار النفط انخفضت تأثر هذا النفقات الحكومية وتأثر سلبا وتأثرت جميع القطاعات. إذا احنا مرتبطين بشكل مباشر وبشكل كبير مع الأسف لا زلنا على مدى أكثر من 40 سنة بهذا النفقات الحكومية التي ترتبط وتنخفض بأسعار النفط. انخفض أسعار النفط، دولة على مدى لم يعني افترض أن منذ السبعينات افترض أن كان الدولة تتبنى سياسه وتبنت سياسه اقتصاد الدول يغنينا عن هذا عن هذا عن هذا الارتباط، يفك الارتباط ما بيننا وبين القطاع النفطي. ولكن الان ما حدث وانخفاض في الاسعار النفط، ومن ثم الدوله اصبحت غير قادره على تمويل النفقات القادمه. اذا ماذا عملت الدوله لمواجهه هذا الحدث الطائر والخطير جدا الذي اصبح اعجزها عن تمويل نفقاتها؟ فقامت بوقف الدعم، وكان الدعم منذ سنوات كثيره طبعا تطالب الدوله بتمويل او وقف او ترشيد اعاده النظر في سياسه الدعم، ومن ثم فرضت بدأت تستخدم فتفكر في فرض رسوم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن خيارات الدولة في مواجهة أسعار انخفاض أسعار النفط تقلصت إلى شيئين رئيسيين، ليس للاستثمار، لم تتجه للاستثمار، ولكن اتجهت لتقليص الدعم، ويعني بما معنى آخر ليس هناك تدوير، ليس هناك خدمة مجانية من قبل الدولة. وسوف نرى في الأيام القادمة أن كلما انخفضت أسعار النفط كلما تقلصت، كلما تأكدنا أكثر أن الخيارات الدولة سوف تتقلص وتكون فقط في ترشيد الإنفاق، وهذا يسمى في علم الاقتصاد تخشفية، سياسة تخشفية وسياق وعلاج تقديم. خلصت بعد اللي هو سياق. الدولة خلينا نشوف أسعار الدولة في أمس أو أول أمس وقفت الدعم عن البنزين. معناته نشتري بالسعر الحقيقي، وهو الثمن، وانا اتفق ان يفترض كان من قبل سنوات ان يباع بسعر الاقتصادي،
كونها سلعة اقتصادية يجب أن يباع بسعر السوق. ولكن كان يفترض على خلال هذه المدة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، خلق البدائل حتى تتفادى ما حصل خلال هذا اليوم. ما أثر طبعا البنزين ارتفع بمقدار تقريبا 60% تقريبا، وما أثر ذلك سوف يكون له أثر نوعين من الأثر، سوف يؤثر مثل هذا الارتفاع أو ارتفاع سعر البنزين ويؤثر على القطاع الإنتاجي وعلى القطاع الاستهلاكي. حتى أكون بشكل مباشر وبشكل مبسط للمثال، أي وحدة على القطاع الإنتاجي، أي وحدة اقتصادية، أي وحدة إنتاجية تعتمد يمثل فيها القطاع النقل تكلفة النقل نسبة كبيرة، سوف لن يتردد في رفع سعر تلك الخدمة. على سبيل المثال التاكسي شغال 24 ساعة، إذا يشتغل 8 ساعات يشتغل، فهي بالنسبة له أنظر بالنسبة له تكلفة البنزين يمثل نسبة كبيرة من هاي، سوف يضطر ويفترض أن أتوقع أن التكاسي يطلبون إعادة النظر في العدادات شددية، لأن فأي شركة، أي وحدة إنتاجية تمثل فيها النقل بنزين نسبة يعني نسبة كبيرة سوف يعاد النظر في أسعار السلع أو خدمات الأخرى. فهناك ارتباط كثير بين النقل وأسعار المواد، فكلما ارتفعت أجرة النقل ارتفعت الأسعار أكثر، أي أن الأسعار بطبيعة الحال سترتفع كرد فعل طبيعي لاضطراب رفع سعر البنزين وبنسب غير مضبوطة وغير معروفة، وستكون مترجحة من مكان إلى مكان. أما بالنسبة للاستهلاك، طبعاً بالنسبة للتأثير على الاستهلاك، تأثير على المستوى المعيشي بشكل عام، الدعم وما شابه ذلك، أنا أعتقد يعني هل نكون بصورة واضحة يعني بعد فترة طبعاً ما بيكون هناك دعم ولا بيكون أي أمر، كل أنواع الدعم ما بيكون، وسوف تحاول الدولة حين سياستها هو جعل يعني وضع تعرفة أو رسوم لكل خدمة من الخدمات التي تقدمها الدولة. أي بمعنى ذلك، اليوم سمعنا مثلا على سبيل المثال سمعنا أن هناك الدولة تفكر في التأمين الصحي بشكل جدي، وكذلك على بنسمع إذا استمر لأن إحنا مشكلتنا خيارات محدودة أمامنا، ما في خيارات أخرى. أنا يعني فلذلك سوف تفكر بشكل جدي في مصروفات التعليم، سوف تفكر بشكل جدي في مصروفات هاي، أما تشجع القطاع الخاص أو تعمل أو بطريقة ما، لأن الخيارات تكون محدودة. لو استغلت معنا شوي بس لو أحد ما مثلا ماذا لو استمرت الدولة في الاقتراب من السوق المحلي؟ استمرار في الاقتراب من السوق المحلي لدعم هناك الدولة تعمل بكل جهد على أساس أن لا ينص أولا لا يعني الاقتراب لا يؤثر على حجم السيولة الموجودة في داخل السوق حتى تكون منافسا للقطاع الخاص، لأن الأموال الموجودة عند المصارف المحلية هي السيولة التي يفترض أن تكون للاستثمار للقطاع الخاص. إذا دخلت الحكومة بشكل كبير وأصبحت منافس للقطاع الخاص، فالقطاع الخاص أو المؤسسات المالية سوف تضطر لرفع سعر الفائدة، ومن ثم سيؤدي إلى تضخم وإلى ما شابه ذلك. أنا أكتفي بهذا، بل في مناقشة.